بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اهدِه فهو مهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كلمة بسيطة، هل سألت نفسك هل تقبل الله سبحانه وتعالى منك رمضان، أو هل تقبل منك العبادة في رمضان؟ العلماء يقولون ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. العمل الخالص لوجه الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى تقبله، ربنا سبحانه وتعالى بيعين العبد على الاستمرار فيه. والعمل الذي لم يكن خالصا لوجه الله تعالى سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيحول بين العبد وبين هذه العبادة. فسألت هل سألت نفسك ربنا سبحانه وتعالى تقبل منك رمضان أم لم يتقبل منك رمضان؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يفرض علينا رمضان إلا ليعطينا شحنة إيمانية تكفينا لعام كله لغاية ما يأتي رمضان اللي بعده. بمعنى أنك أنت لازم تخرج من رمضان أفضل مما كنت قبل رمضان. وإذا لم تحقق الثمرة من الصيام فأنت لم تصم في رمضان، ولم تصلي، ولم تتقبل منك العبادة في رمضان. فانظر إلى نفسك بعد شهر رمضان، إذا فضلت زي ما كنت في رمضان وبقيت أحسن مما كنت قبل رمضان، معنى كده ربنا سبحانه وتعالى تقبل منك رمضان. إذا انتكست على عقبيك ورجعت كما كنت قبل رمضان، هذا نذير سوء وعلامة سوء ان ربنا سبحانه وتعالى لم يتقبل منك العبادة. العلماء قالوا: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله قطع وانفصل. وفي احد الناس راح للامام حسن البصري رحمه الله، قال له: يعني انا مقيم على المعاصي، وربنا سبحانه وتعالى بيرزقني وبيديني، وهو بيتعجب، يعني هو بيظن ان الدنيا ان كل النعم متركز في الدنيا فقط. شوف حسن البصري قال له ايه؟ هل تقيم الليل؟ قال له: لا. قال له: بس. قال له كفى هذا بعقاب من الله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يسمع صوتك. يعني الراجل راح حسن البصري وقال له: انا بقيم على المعاصي وربنا بيرزقني وبيديني. هو تصوره ان الرزق كله في الدنيا، ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لا يعطي الاخره الا لمن احب. العطاء الحقيقي من الله سبحانه وتعالى هو الاخره، وان الله سبحانه وتعالى يلهمك العمل الصالح. البر يزيد في العمر ويزيد في الرزق. هو بيتصور ان الرزق واسع مع انه مقيم على المعاصي، ربما يكون استدراج من الله سبحانه وتعالى. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: اذا وجدت العبد مقيم على المعاصي والله يرزقه ويعطيه، فاعلم انه هو استدراج. ربنا سبحانه وتعالى بيستدرجه حتى يستمر في المعاصي، حتى يلقي الله سبحانه وتعالى وعليه ذنب ومعه ذنوبه. اما اذا وجدت العبد ربما يكون مطيع وبيعمل الصالحات ومبتلى، وربنا مضيق عليه، وبالتالي العاصي ده الدنيا مفتوحه له وراكب عربيات، يبقى معنى كده ان ربنا بيستدرج الاخر، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقضي الدنيا، لان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربة ماء. والتاني بيضايق عليه لان منزلته عاليه في الاخر فبيبتليه. فالناس تنظر نظره سطحيه ان ده لو هو ده اللي ربنا بيقول، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بالعكس العكس هو الصحيح. فانت انظر لحالك، اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر اين اقامك. اذا كان مقام اذا وجدت نفسك من اهل الصلوات من بعد شهر رمضان، يبقى معنى كده ربنا تقبل منك صلاة الجماعة في رمضان. إذا استمريت بعد شهر رمضان على الطاعات وترك المعاصي، ترك السب والشتم والقذف والنميمة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بس الصيام أطب الثمرة بتاعته. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويبقى ربنا تقبل العبادة. انتكست على عقبيك كما كنت قبل رمضان، يبقى أنت ما استفدتش حاجة من رمضان، يبقى ربنا ما تقبلش رمضان خالص. الناس اللي تقرأ القرآن في رمضان فقط، بعد كده يترك القرآن يعني لغاية العام المقبل ويتراكم عليه التراب. لا يجوز ترك القرآن أكثر من 3 أيام، وإلا الإنسان يبقى هاجر للقرآن. وقال أحد العلماء: إني أستحي أن يمر علي يوم لا أنظر فيه في المصحف. أستحي من الله سبحانه وتعالى أن يمر علي يوم واحد، لأن الهجر زي الإنسان إذا هجر شيء 3 أيام ودون سبب يبقى هاجر، هاجر أخوه مثلا. فالعلماء قالوا: هجر لا يجوز هجر القرآن 3 أيام. ف
فناس كتيرة جدا ما بتقرأش المصحف إلا في شهر رمضان بس، يقول لك ختمته، وبعد كده شهر رمضان بيسيب المصحف خالص لغاية رمضان اللي بعده. المرأة بتتحجى في رمضان فقط، تلبس حجاب شوية وتقلعه تاني. هذا لما تقبل منها الحجاب، لما تقول ليس لها توبة، لما تقبل منها التوبة. يعني هي فاكرة إذا تابت في رمضان يعني لم تتوب، لم تتوب في رمضان، ولما تقبل منها العبادة. اللي بيصلي الجماعة في رمضان بس، وهي صلاة الجماعة فرضت في رمضان بس، أو كده كده، لا. يا ريت كلنا نرجع لصلاة الخسارات الفادحة اللي بيخسرها. يا جماعة في الفيديو يعني صلاة الفجر، النور العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدي التالي للمدير المقيم عليها، والظلمة والنور الضعيف اللي بيبقى معاها بعد بعد اللي تارك صلاة الفجر، وهكذا. مفيش داعي ان انا اطيل عليكم، لكن ممكن يبقى اذا المرأة اللي بتتبرج بعد شهر رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تعطرت فخرجت وريحها تعصف فمرت على قوم فنظروا إليها، أو مرت على قوم فهي زانية. يبقى إذا المرأة المتبرجة اللي بتلبس بنطلون ضيق وتلبس أو بتعمل وتروح للكوفي تعمل شعرها وتعدي على قوم، نفس الحكم، إن هي بتجبر الرجال اللي ينظروا إليها، وبعدين تثار الشهوة، وبعدين هو يقع في الزنا، فهي متسببة في الزنا فتشاركه في الإثم. ما تدمروش، ما تضيعوش العبادة اللي أنتوا عملتوها في شهر رمضان. عايز تعرف ربنا تقبل منك رمضان؟ اثبت، شوف اثبت تعمله في رمضان، ربنا سبحانه وتعالى يبارك في اللي انت بتعمله، والا ربنا سبحانه وتعالى هيضيع الثواب، ولا انت تاتي يوم القيامه كانك ما عملتش حاجه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.